الآن السامبلينج ثيورم، هذه النظرية النمذجة، هذه المفروض أنتم أخذيها بالصف الثالث العام الماضي، يعني تعني بعملية النمذجة، يعني هاي الموجة جيبية، يعني نحولها إلى نبضات، هاي الموجة الجيبية نحولها إلى نبضات، فكم نبضة تحتاج حتى يعني كم نبضة؟ نبضت يعني 3 4 زجيل، فد واحد اسمه نكوست قال نبضتين كافية، يعني أقل شيء 2، فإذا كان تردد الموجة نقول 1 كيلو هرتز، لازم تردد السامبلينج يصير 2 كيلو هرتز أقل شيء أو أكثر. فهذا اللي من بداية الفصل إلى السطر هذا، هذا هو فقط المطلوب تأشرون عليه، يعني يقول لك أنت تردد السامبلينج يجب أن يكون أكبر أو يساوي 2 FM، يعني 2 تردد الموجة. إذا كان يساوي، يعني هنا قلنا أكبر أو يساوي، بس إذا يساوي يسمى ناكوست ريت، ناكوست ريت. فإذا قلنا لكم أوجد ناكوست ريت، يعني تضرب التردد المعلومات في 2 فيطلع عندنا ناكوست ريت. هذا هو ما تقدم منها، ما تقدم هو هنا إثبات، يعني يريد يثبت يقول إذا كانت أقل من 2 إيش راح يصير، وأكبر من 2 إيش راح يصير. إحنا أقل من 2 يصير تداخل، والموجة لا يمكن استردادها، لأن إحنا عندنا موجة نحولها إلى نبضات، من نرجع بالاستقبال نرجع الموجة من النبضات إلى الموجة، يعني نسترجع الموجة. الموجة ما ممكن نسترجعها إلا إذا كان عندنا تردد النبضات أكبر أو يساوي 2 بتردد الموجة اللي نريد نسترجعها. إذا صارت أقل فلا يمكن استرجاعها، فتصير موجة لا يمكن استرجاعها. هاي هنا اللي هنا بالثالث أنت ماخذيها. أيضا هاي الأمثلة أعتقد المفروض أنتم بالثالث ماخذيها، يعني إذا ينطيني موجة هذه يقول ساين 500 باي تي، فيريد التردد النكوست والتايم نكوست، فالتايم تعرفوه يساوي 1 على التردد، يعني مقلوب التردد. فإذا طلعت التردد آخذ مقلوبه يطلع التايم النكوست انترفال. فشوف السؤال فايند نكوست ريت اللي هو يصير 2 اف ام، فأنا نطلع الاف ام من هاي زين، و ايوه اسمه، ويعني اضربه في 2. بس لحظات اجاوب على التليفون على اذنكم دقائق.
عفوا شباب، نرجع للموضوع. احنا من نقول عندنا نكوست ريت، يعني نطلع التردد الموجه ونضربه في اثنين يطلع عندنا الاف اس. النكوست انترفال ناخذ مقلوبه، فهذا هو الحل، سهل جدا. هسه شلون نطلع الاف ام؟ يعني هذه الاف ام شلون نطلعها من هذا؟ عندنا هذه 500 باي هي الاوميجا، والاوميجا تعرفون هي 2 باي اف، احنا نريد الاف. فشوف هنا هسه هاي ال 500 باي هي الاوميجا، فالاوميجا هي 2 باي اف، احنا نقسم على 2 باي يطلع عندنا الاف مثل ما تشوفون 250، هذا طلع عندنا الاف من هذا الاوميجا. زين، يبقى نضربه في 2 حتى يصير عندي الاف اس، فهذا اسمه هذا النكوست ريت. نكوست ريت اسمه يعني 2، هذا النكوست ريت هذا 2 في تردد اللي طلعناه 250 طلع عندنا 500. يبقى النكوست انترفال يعني تاخذ مقلوب هاي ال 500، يعني فقط تريد هسه تسوي مثل هذا الموجود او تاخذ مقلوب ال 500 يطلع عندنا 2 ملي سكند. بس يراد يعني تتعلمون هاي شلون صارت ملي سكند، يعني 1 على 500 فتضرب في الف حتى يصير ملي، فتصير الف على 500 يساوي 2، فهاي 2 ملي. هسه هذا حلينا الفرع الاول. الفرع الثاني يقول اوجد ايضا يريد نكوست ريت، بس نعطينا كوساين في كوساين. احنا هنا من يصير عندنا كوساين في كوساين، ساين في كوساين، كوساين ساين في ساين، فاحنا هاي نحلها، يعني نحلها حل مثلثات، يعني تعرفون يعني حاصل ضرب الكوساين في الكوساين. زين، حاصل ضرب الكوساين في الكوساين هو نصف كوساين الفرق زائدا نصف كوساين المجموع، هاي مثلثات. فنيجي شو نقول؟ نقول كوساين يعني نصف كوساين ال 400 ناقص الالف، ال 4000 ناقص الالف زائدا كوساين 4000 زائد الالف، فيصير عندنا هذا الناتج، يطلع عندنا كوساين 3000 وكوساين ال 5000. الان هسه يعني هسه شو راح يصير؟ راح ناخذ فقط هذا الاعلى، يعني نهمل الباقيات بس ناخذ الاعلى اللي هو 5000 باي، فنقول الاوميجا تساوي 5000 باي. الاوميجا تساوي لنا 5000 باي. فشلون نطلع الاف هسه؟ الاف تساوي لنا يعني 5000 على 2 باي طبعا، ويطلع عندنا هاي 2500. فمثل ما اخذنا هذا ما قلنا 2 باي اف تساوي لنا 500، هسه 2 باي اف تساوي لنا 5000 باي. فيطلع عندنا التردد هسه هنا 2500. هذا اسمه النكوست ريت. عفوا التردد هذا الاف ام. نضربه في 2 يصير عندنا النكوست ريت. ناخذ مقلوبه يطلع عندنا النكوست انترفال. فمثل ما تشوفون الحل ان هذا حل سهل. نكوست ريت هو ضربنا في هذا 2 اف اللي هو 2 في 2500 طلع عندنا 5000. نكوست انترفال ناخذ مقلوب ال 5000 هذه يطلع عندنا 0.2. هكذا يعني هذا الامر بسيط جدا، يعني هذا يجي عليه مثلا صح وخطا فراغات فتشي يعني على الترتيب هذا او سؤال فرعي وهكذا. فهذه كلها يعني امثله سهله، يعني مثلا هذا الاكزامبل هذه كلها تهملها بس تاخذ ال 500 تي. ال 500 تي اللي هي او ال 500 هي تساوي لنا الاوميجا اللي هي 2 باي اف. زين، فاش يعني شوف هسه هاي 2 باي اف اللي هي تساوي 500، فطلع الاف 79.58 بعد ما قسمنا ال 500 على 2 باي طلع عندنا هذا. هذا الاف نضربه في 2 يطلع عندي الاف اس هذا، وناخذ مقلوبه يطلع عندي التي اس او التايم او النكوست انترفال. فهذه يعني لهنا، وهاي الهوم وركات اللي تحلوها، واحتمال هم بدز لكم هم بعد امثله مال هذا الفصل ان شاء الله تحلوهن، ويعني تفهموها، يعني واحد يحل بيده حتى يفهم الحل وشون يطلع ملي ومايكرو. كنت سمعتكم لحد الان ما يعرف شنو المايكرو وشنو الملي. نجي الموضوع الاهم اللي هو السورس كودينج. شوف يا ابو السورس كودينج، احنا هذا بالاتصالات يعني هو اللي يقوم بعملية تحويل الانالوج الى ديجيتال. هاي واحدة من مهام السورس كودينج، هو تحويل الانالوج الى ديجيتال. زين، فهسه هذا السورس كودينج
يعني شلون يصير هذا بلوك دايجرام مال السورس كودينج، ما مطلوب هذا السورس كودينج، يعني فقط عندنا هاي القوانين نمر عليها. القانون هذا هو اتش سورس انتروبي اللي هو اتش اوف اكس، يعني بدلوا هذا الاتش اوف واي سووها اتش اوف اكس، اتش اوف اكس يساوي بي اوف اكس في لوج بي اوف اكس. يعني تعرفون شلون نطلع السورس انتروبي؟ هو حاصل ضرب الاحتماليه في لوج الاحتماليه نفسها واجمعها ويا باقي الاحتماليات، فهذا السورس انتروبي. الكفاءه تساوي السورس انتروبي على الطول. الطول شلون نطلعه؟ ناخذ الافرج الطول، يعني معدل الطول مال كل نبضه او كل مسج. يعني هسه هاي ناخذ مثال يصير سهل، يعني هذا الدخول بيه، بس القانون هذا حفظوه، فحفظوا لي هذا القانون، هذا القانون حفظوا لي اياه، وهذا القانون مال السورس بس اتش اوف اكس مو اتش اوف واي، لان تعرفون الاتش اوف واي هو المارجنال انتروبي. فتحفظوا هذا وتحفظوا لي هذا القانون اللي هو الكفاءة. الكفاءة تساوي ان السورس اتش اوف اكس سورس انتروبي على الطول اللي هو نحسبه من هذا. فذني قوانين ثلاثة تحفظوا لي اياهن، اللي هو اتش اوف اكس تعرفوه او حافظيه انتو، ومعدل الطول هذا تحفظوا لنا اياه، والكفاءة هذا تحفظوا لنا اياه. طبعا هسه راح نستخدم هذا القانون في مواطن كثيرة، يعني في هسه كل الفصل هذا يطلب منك حساب الكفاءة. زين، يطلب من عندك حساب الكفاءة. فالكفاءة عندي هاي 3 قوانين يعني أطبقها، أو 3 خطوات أطبقها أحسب من عند الكفاءة. هسه نيجي السورس كود ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو الفيكست لينكث، اللي هو الطول الثابت. شنو معناها هاي؟ أنا هسه قلنا هي مهام السورس كود هو تحويل الأنالوج إلى ديجيتال، أو تحويل الحروف هذه إلى ديجيت. فكل حرف يقابله ديجيت، يعني مثلا حرف الأي 0 0 0، حرف البي 0 1 0 0، وهكذا. فعندي جدول يقابل كل حرف، يعني هذا الجدول، هذا الجدول بالإرسال موجود وبالاستقبال موجود. فأني مثلا عندي حرف، عندي كلمة، يعني أخذها من هاي الكلمة من هاي الحروف فأحولها إلى ديجيت، وبعدين مرت اللخ ارجع احولها من الديجيت الى الكلمه. فهسه شوف هسه، فاذا اني ما دام عندي هسه 7 حروف، هاي 7 حروف احتاج انطي كل وحده من عندهن كود، يعني انطيها كود بالتات. يعني فاني هسه ما دام عندي 7 حروف فاحتاج كل حرف انطيه 3 بتات. 3 بتات ليش 3؟ لان اني حتى لانه 7 فاحتاج 3 بتات. هسه لو كانت مثلا حرفين احتاج بت واحد، يعني واحد انطيه 0 و1 انطيه 1. لو كانت عندي اربع حروف انطي كل حرف بتين، يعني 0 0 1 0 0 1 1 1. فاذا هسه هذه اي بي سي دي، هذه اللي هي 4 حروف. زين، يعني انطيها كل واحد بتين. بما انه عندي 7 حروف فاني احتاج 3 بتات لكل حرف حتى اني اقدر احولها الى بتات واقدر استرجعها مره ثانيه. فمثل ما تشوفون بهذا الجدول، اني هسه حرف الاي 0 0 0 وحرف البي 1 0 0 الى النهايه، حرف الاخير اللي هو يصير عندي 1 1 1. هسه عندي كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7، بعد من الصفر هذه 1 1 1. هذا غلط بالأخيرة الصغير، هذه اكو فد شيء مس. المهم اخي شيء يصير عندي 3 وحدات كما تعلمون، اذا عندي 3 بتات يبدا 3 اصفار وينتهي ب3 وحدات. هسه مثلا اذا كان عندي اريد ارسل اني كلمه باد، كلمه باد، فاجي اشوف اقول البي، حرف البي شي يقابله 0 0 1، فاجي اخلي 0 0 1، والاي شي قابلها 3 اصفار اخلي 3 اصفار. زين، والدي، الدي 0 1 1 0 1 1. فهذه اصبحت عندي كلمة باد يقابلها هذه الحروف.
قابلة هذه الحروف. زين، فعندي كلمة باد الآن يقابلها هذه البتات، يعني كم بت عندي؟ 9 بتات، فيقابلها هذه. هسه بجهة الاستقبال راح ممكن يرجع عندي هذه، يرجعها إلى كلمة. شلون يرجعها؟ يجي على أول 3، بما أنه أنا أعرف أني كل طول الكود هو 3 بتات، فأجي أخذ 3 3. أول 3 شي يقابلها؟ يقابلها البي. ثاني 3 يقابلها الأي، وثالث 3 يقابلها الدي، فيرجع يحول البيتس إلى كلمة وهكذا. فأني هاي ما عندي مشكلة، هذا عندي اللي هو يسمونه فيكست كود. الفيكست كود يعني أنطي كل حرف أنطيه طول معين من الكود متساوي ويا الطول الثاني وهكذا. زين، هسه العدد الحروف، هسه اني شلون حسبنا عدد البتات ال 3 من عدد احنا عرفناه 7 ينطيها 3، بس اذا كانت 6 او 5 او 8 او 10 فشلون؟ احنا عندنا قانون، هسه راح ناخذ قانون نحسب بيه عدد البتات من عدد المسج، يعني ايش قد عندي كم حرف. انا راسا اقول يحتاج كل حرف يحتاج له كم بت، 2 3 4، نحسبها من هاي القوانين. عندنا قانونين، اذا كان عندي عدد الحروف هو يعني يساوي لنا اس للاثنين، يعني شو اس للاثنين؟ يعني اما 2 او 4 او 8 او 16. زين، ذني الارقام 2 4 8 16، ذني يعني هي تساوي 2 اس فد رقم. فاذا كانت 2 اس فد رقم، يعني انا اقدر هسه يعني استخدم القانون الاول. اذا لا، اذا عدد الحروف مو ضمن هذه الارقام، استخدم القانون الثاني. فهمنا شلون؟ هسه احنا بدنا نحكي، بنتكلم نحسب الطول، طول الكود هل هو 3 لو 2؟ يعني هسه شلون حسبت 3؟ شلون حسبت 3؟ من القانون. زين، من قانون معين. فاذا كان عندي هسه ينطيني بالسؤال يقول لي عندك عدد الحروف مثلا 7، زين انا لازم احتاج شنو؟ احتاج احسب عدد البتات حتى من عندها احسب الكفاءه. احسب الكفاءه، ايش قد الكفاءه؟ مثل ما تعرفون قد الكفاءه تساوي لنا اتش اوف اكس على ال، وال هسه نجي نحسبه. فاذا ال عندي قانونين، القانون الاول اذا كان عندي عدد الحروف هو يقع ضمن هذه الحروف اللي هي 2 4 8 16، إذا ما يقع ضمن هذه الأرقام فنستخدم القانون الثاني. فنأخذ هذا المثال، يقول إذا عندي 10 equal probable message، يقول إذا عندي 10، يعني عندي 10 حروف، زين equal probable يعني متساوية الاحتمالية، فإيش قد الكفاءة؟ احسب لي طول الكود واحسب لي الكفاءة. اريد تسجلون عندكم ملاحظه مهمه جدا، هذا النوع احنا بدنا نتكلم عن الفيكست لينث كود، يعني احنا اخذنا هسه هذا النوع الاول من الكودينج مال السورس كود اللي هو الفيكست لينث كود. هذا الفيكست لينث كود فقط، سجل هاي الملاحظه، فقط يستخدم اذا كانت الاحتماليه متساويه، احتماليه متساويه بس ايكوال بروبابل، يعني اذا مو اكو بروبابل ما يستخدم هذا القانون او ما يستخدم هذا النوع من الكود. فالفيكست لين كود يستخدم فقط بالاكو بروبابل، يعني الاحتماليه متساويه. زين، اذا كانت الاحتماليه متساويه ايش قد قيمه هاي الاحتماليه؟ ايش قد قيمتها؟ 1 على عددها. يعني انا هسه مثلا تقول لي انا احتمال اطلع للكلية، احتمال اطلع للسوق، احتمال اطلع للصديق، احتمال اطلع الى مكان اخر، هاي 4 احتماليات. زين، ايش قد احتمال تروح للكلية؟ ايش قد احتمال تروح لصديقك؟ ايش قد احتمال الاخرى؟ تقول لي متساوية. اذا ما دام هي متساوية فالاحتمالية تساوي 1 على عدد الاحتماليات. يعني خلينا نقول اذا 4 احتماليات، 1 على 4 يصير عندي الاحتمالية 0.25.
هنا دي يقول 10 كوبروبابل معناها الاحتمالية تساوي لنا 1/10، 1/10 هاي قيمة الاحتمالية. احنا هاي ما نحتاجها حقيقة، يعني في استخراج الكفاءة ما نحتاجها، نحتاج الطول ونحتاج الـ H of X. الـ H of X هنا ما يحتاج الاحتمالية، اكو عندنا قانون اذا تذكرون ماخذيه بالفصل الثاني الفصل الاول، قانون حساب السورس انتروبي للاحتمالية المتساوية. فإذا كانت السورس انتروبي، السورس انتروبي للاحتمالية المتساوية يساوي لنا لوج الان، إذا تتذكرون لوج 2 للان، يعني لوج 2 لطول أو لعدد المسج، عدد المسج 10، فهذا لوج 2 ال10، يعني هذا أحسب السورس انتروبي. بقى شلون أحسب ال؟ هذا القانون، بما أنه ال10 هي مو ضمن الأرقام 2 4 8 16 مو ضمنها، فاذا مو ضمن ال10 8 16، فاذا احسب اروح على القانون الثاني اللي هو هذا، يقول الطول يساوي لنا انتجر لوج 2 للان زائد 1. زين نجي نطبق هنا، انتجر لوج 2 لل10 زائد 1، يعني شنو انتجر لوج 2 لل10؟ لوج 2 لل10 يساوي 3 وكسر، الكسر نشيله نبقي بس ال3، يعني انتجر لوج 2 ل10 معناها يقول لك شيل الكسر بقي بس ال3 زائد 1 يساوي لنا 4 بتس، يساوي لنا 4 بتس. فاذا ال ال هسه ال ال طلعناها 4، فاذا هسه نجي نستخدم القانون ال اتش اوف اكس، طلعناها مثل ما قلت لكم عندنا قانون اذا كانت الاحتماليه متساويه فنحسب السورس انتروبي من هذا القانون، من هذا القانون على 4. زين فيصير عندي الحساب الكفاءة يطلع عندي هذا الرقم، نقسم لوج 2 على لوج 2 لل10 3 وفد رقم على ال4 يساوي لنا 83.04%. هذا هو كفاءة إذا أردنا نرسل 10 مسج باستخدام الفيكست كود، يعني أو الكود الطول الثابت. زين هسه يقول اذا اصبحت ال10 صارت 8 ايش قد الكفاءه صارت؟ نجي نطبق نفس القانون، طبعا الاحتماليه ما نحتاجها هسه هنا، نحتاج الطول ونحتاج ال H of X. زين الطول هسه ايش نستخدم يا قانون؟ قانون الاول لو الثاني؟ بما انه 8 فبما انه 8 فنستخدم القانون الاول اللي هو لوج 2 لل N. زين فاذا لوج 2 لل 8 يطلع ال L 3. زين يبقى عندي ال H of X، شو نحسبها؟ ال H of X ايضا لوج 2 لل 8، فلوج 2 لل 8 ايضا 3. زين فيصير عندي الكفاءة 3 على 3 وتساوي لنا في 100 وتساوي لنا 100%. فاذا هسه استنتاج، سجلوا يمكم الاستنتاج، الاستنتاج التالي، اذا كانت عدد المسج تقع ضمن ال 2 اس R، إذا عدد المسجات يعني إما 2 أو 4 أو 8 أو 16 فإن الكفاءة تساوي 100%. هسه احنا أخذنا رقم هو ضمن الأرقام اللي قلنا عليها 2 4 8 16 فيصير عندي 100% الكفاءة، إذا لا تطلع أقل، إذا لا تطلع أقل. يحيى، يحيى، يحيى تسمعني؟ يحيى محمد، فيني خارج التغطية؟ يحيى محمد. نعم دكتور. اي ما مسموح بالتأخير مرة الأخرى جاء. نعم دكتور. المحاضرة 10:30 11 و13 دقيقة جاي. عموما فنكمل نكمل عندنا، قلنا هسه اذا سجلنا ملاحظه عندنا هسه قلنا اذا عندي يعني الطول المسج او عدد المسج 8 يعني او تقع اما 8 او 4 او 16 فيصير عندي الكفاءه 100%، اذا لا فالكفاءه تصير اقل من 100%. هذه ملاحظه مهمه جدا سجلوها عندكم. هسه هذه أمثلة أخرى، يقول أوجد لي الكفاءة إذا كان عندي، إذا كان عندي الـ يعني الـ داي
يعني أشمره مرة واحدة أو مرتين، فإذا شمرته مرة واحدة فيصير ستة، والستة هي أكوا بروبابل، أطلع طول الكود وبعدين أحسب الكفاءة يصير عندي هذا. وإذا صار عندي مرتين يعني شمرت للدايف معناها ستة في ستة أيضا يصير عندي 36 مسج، و36 هي أيضا أستخدم القانون الثاني حتى أطلع طول المسج. وإذا 3 مرات يطلع عندي 6 في 6 في 6 216 مسج، وأيضا أطلع طول الكود اللي هي أستخدم بها القانون الثاني. هذا اللي هنا أخذنا القانون، أخذنا القانون هسه هذا النوع الكود اللي هو fixed length code. الآن نجي على الفاريبل. شنو الفاريبل؟ الفاريبل معناها احنا قبل شوية قلنا الـ A والـ B والـ C انطيناهم كود متساوي، A B C انطيهم كود متساوي، ايش قد طول الكود؟ اما 2 بتين او 3 حسب عدد المسج. وقلنا طول الكود نطلعه من القانونين، القانونين اللي اخذناها، اما اذا كان عندي رقم عدد المسج ضمن 2 2 4 8 16 نطلع نستخدم القانون الأول، والقانون الثاني اللي هو عدا الأرقام الباقية. هسه شو يقول؟ يقول أنا ليش أنطيهم متساويات؟ فأني أنطيهم غير متساويات. يعني هسه مثلا يعني أنطي الأي شكل والبي شكل والسي شكل. يعني هسه أنت لو تأخذ يعني عندي يعني عندي مثلا يعني الحرف يعني ده يتكرر عندي أكثر من غيره، مثلا حرف الأي مثلا يتكرر أكثر من غيره، البي مثلا يعني تكراره أقل، السي أقل، فأنا إيش راح أسوي؟ راح أسوي يعني الحرف اللي يتكرر هواي أنطيه بتات أقل، أنطيه أقل بتات، والما يتكرر هواي أنطيه بتات أكبر، يعني حتى اقدر اميز بيناتهم اولا، وثانيا حتى يعني يصير عندي عدد البتات المرسله اقل. يعني هسه احنا اخذنا مثال يعني للمسائي على السبوره، ان شاء الله بنشوفكم بالحضوري. يعني ناخذ مثال، يعني ناخذ بالفيكس كود والفاريبل كود. الفيكس يعني هسه مثلا عندي اي بي سي دي هاي، فإذا ما أنطيتهم مساويات، يعني إذا أنطيتهم مساويات وانطيتهم متغيرة، فبالمتغير يعني اللي يتكرر أكثر أنطيه بتات أقل، والما يتكرر أنطيه بتات أكثر. فلهذا شوف أني يعني أقدر يعني بهذه الوسيلة أقلل من عدد البتات المرسلة. فإذا الفاريبل كود تسجل ملاحظة عندك، الغاية من عنده تقليل عدد البتس، يعني تقليل البتريت. هسه نقدر ناخذ مثال، يعني تقدر تاخذ مثال فد كلمة تقول أنا هسه أدز لكم إياها الكلمة، أو يعني من نشوفكم بالعملي يعني نوضح لكم إياها هذا المثال. يعني من يصير عندي عدد مساوي شكل ومتغير شكل، فإن من يكون مساوي راح يصير عدد البتات أكثر، لأنه عندي مثلاً أنا عندي مثلاً 20 حرف، يعني الكلمة من 20 حرف، هاي الحروف A B C D، إن 20 حرف بس دا أستخدم فقط A B C D، بس دا أشوف الـ A دا يتكرر هواي، يعني 10 حروف A و10 حروف B والباقيات يعني حرف واحد أو حرفين وهكذا. فإذا أنطيت مساويات فراح يصير عندي عدد الحروف عدد البتات يعني كلش هواية، بس إذا خليت اللي يتكرر هواية خليت له حرف يعني بتات أقل، فبالنتيجة راح أحصل راح أقدر أقلص عدد البتات، يعني أقلصها من رقم معين من 30 بت مثلا أسويها 25 بت أو 20 بت وهكذا. فأنا إذا قدرت أقلص معناها أنا قلصت عدد البتات. فهي من مهام، يعني هذه أيضا سجلوها ملاحظة عندكم، من مهام أو يعني مهمة السورس كودينج هو تقليل عدد البتات الزايدة، يعني ممكن أقللها. فشون بس يعني أقلل عدد البتات، بس أنا هنا إذا أستخدم الفاريبل
إذا أستخدم الـ variable code، هذا الـ variable code عندي بي شرط، هذا عندي بي شرط، أكو شرط. هسه راح نشوف الشرط شنو. الشرط هو يجب أن يكون prefix free. شنو هذا prefix free؟ هسه عندي هذا الشرط. قبل لا ندخل على هذا الشرط راح ندخل، راح نشوف، ناخذ مثال. عندنا هذا كود، هذا عندي، إذا كان عندي هذا الكود، يعني إذا مثلا عندي A B C D وعندي الـ A تساوي صفر، أنطيتها صفر، والـ B صفر واحد، والـ C واحد واحد، والـ D صفر صفر. هسه إذا ردت أرسل، إذا ردت أرسل حرف D و C، يعني أريد أرسل حرف D و C، زين، إيش راح يصير عندي؟ إيش راح أخلي؟ الـ D أخلي له صفرين، والـ C أخلي له واحدين، يعني مكان الـ DC أرسل صفر صفر واحد واحد. هسه بالمقابل، يعني أو الريسيفر اللي هو عنده نفس الجدول هذا يقدر يرجع لي الدي سي لو ما يقدر. فهسه مثلا اجى هسه هنا شاف أول حرف اللي هو صفر، يروح على الجدول، أكو عنده حرف يساوي صفر؟ نعم عندي حرف يساوي صفر، فخلاه أي. زين، وجا هسه اجى على البت الثاني هم صفر، راح عندي هنا الاي تساوي صفر فخلاه اي. زين، اجى على الحرف الثالث او البت الثالث يساوي واحد، عندي بالجدول حرف يساوي واحد ماكو، اذا اروح على الحرف الوراء او البت الوراء. زين، فاشوف عندي اذا واحد واحد، اروح على الجدول اقول عندي واحد واحد، نعم عندي واحد واحد اللي هو السي، فعندي هسه خلى اي سي. فاذا هسه بهالطريقه هاي انا ما رجعت الدي سي، يعني ما بالريسيفر طلع عندي اي سي، في حين انا ايش ارسلت؟ ارسلت دي سي. فاذا شنو المشكله؟ راح نجي نشوف، ناخذ كود اخر ونجي نشوف نفس الحرف نقدر نرجعه لو لا، يعني نفس الدي سي هاي نقدر نرجعها باستخدام هذا الكود لو لا. فشوفوا عندي اخذت الـ A تساوي صفر، الـ B تساوي واحد صفر، والـ C تساوي لنا واحد واحد صفر، والـ D تساوي لنا واحد واحد. هسه راح ارجع اشوف اقول اني الـ DC اقدر ارجعها لو لا. فشوف الـ D شنو الـ D هسه؟ الـ D ثلاث وحدات، والـ C الـ C واحدين صفر. فاذا هسه الحرف او الكلمه صارت عندي ثلاث وحدات، كم عندي؟ عندي ثلاث وحدات وصفر، يعني عندي هسه هذا ما اقدر اكتبها انا قدامي، عندي هسه الدي سي ثلاث وحدات والسي واحدين، يعني هسه عندي بتات زقد عندي واحد 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 صفر. هسه هاي الكلمه دزيتها واحد 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 صفر. هسه باستخدام هذا الجدول اقدر ارجعها؟ زين، دشوف عندي هسه واحد واحد واحد، ما عندي حرف، ما عندي حرف يقابله واحد. زين، واروح على البت الثاني واحد واحد، عندي حرف واحد واحد؟ لا ما عندي. اروح على الثالث واحد واحد واحد، اذا عندي هذا الدي. زين، بقى عندي الباقي شنو؟ واحد واحد صفر، اجي ارجعها، واحد واحد ما عندي، يعني واحد ما عندي يقابله حرف، والواحد واحد ما عندي، واحد واحد صفر، اضطر اروح على البت الثالث واحد واحد صفر، فقدرت ارجع عندي هاي الدي سي رجعتها. فاذا شنو المشكله؟ يعني هسه انا بهذا الكود، شوف هذا الكود اقدر ارجع، اقدر ارجع الكود بس استخدم، يعني اقدر ارجع الكلمه بس، بهذا الكود مثل ما شفتوا ما قدرت ارجع الكلمه. فشنو الفرق بين هذا الكود؟ هذا الكود خطا ما قدر يرجع لي الدي سي، بس هذا الكود صح قدر يرجع لي الكلمه مثل ما كانت. فشنو الفرق بين هذا الكود، بين هذا الكود؟ هذا الكود هذا خطا، وهذا الكود هذا اللي جوا اللي هو A تساوي صفر، A B تساوي واحد صفر، وواحد واحد صفر واحد. هذا الفرق هو شنو؟ أنا إذا أنطيت الـ A تساوي صفر، بعد ما عندي يعني حرف يبدأ بالصفر، يعني من أنطي كود بت واحد اللي هو صفر ما يصير أي حرف يبدأ بالصفر،
زين هسه مثلا البي 1 0 ما يصير اي كود يبدا بواحد صفر. فتلاحظون هذا عندي يعني صار عندي هسه هذا ما يصير يعني. فاذا هسه القاعده اللي انا توصلت لها بانه اذا استخدم انا الفاريبل كود يجب ان يتحقق عندي شرط بانه لا يجوز ان يكون الكود مال اي حرف بدايه لكود ثاني. شوف هسه هذه بما انه اي تساوي صفر ماكو عندي واحد يبدا بالصفر كلها تبدا بالواحد. فاذا هذا هو شرط هذا هو شرط عفوا شرط الفاريبل كود اللي هو اسمه هذا اسمه البريفكس فري. بريفكس فري هذا يجب ان يكون بريفكس فري. فهمنا شلون؟ يعني هسه انا جبت سؤال في احد السنين قلت لهم هذا بريفكس فري لو لا؟ فشوفنا يتحقق الشرط بريفكس. اذا يجب ان يكون بريفكس فري يعني ما بي بدايه. فهسه هذا مثلا هسه هذا اكزامبل يقول لك هذا هذا الكونسيدر 4 الفا سمبل سمبل ريبريزنتد باي باينري ديجيت. هذا هسه هذا الكود هذا الكود هو بريفكس فري لو لا؟ هذا طبعا لا. ليش؟ لانه عندي الاي تساوي صفر وهذا بادي بالصفر فلا يجوز، وهذا عندي صفر واحد وهذا عندي بادي صفر واحد فهذا لا يجوز يعني هذا خطا. فاذا هذا يعني هذا بريفكس مو بريفكس فري، بريفكس وليس بريفكس فري. فسجلوها هذا الاكزامبل هو بريفكس مو بريفكس فري. فاذا يعني هذا الكود هسه تشوفون هذا الكود بريفكس لو بريفكس فري. هسه هذا هذا الكود بريفكس لو بريفكس فري بريفكس فري. ليش؟ لانه عندي هذا بادي بصفر فهذا ماكو واحد عندي بادي بصفر وهذا عندي واحد يعني ماكو عندي تكرار بالبادي نعم وما متكرر. فهذه هي بريفكس فري. وان شاء الله ناخذ عندي هسه عندي 4 أنواع من الكودات اللي هي تحول الحروف الى ديجيت باقل عدد ممكن من البتات ويتحقق فيها شرط البريفكس. فالاسبوع القادم ناخذ يعني مو شانون ناخذ الروح على الابسط اللي هو اخير واحد. هي صايره بالعكس عندي عندي الابسطهم صايره بالاخير وال يعني والثاني والثالث هو الاقل وهكذا. فراح الاسبوع القادم ان شاء الله ناخذ اللي هو الشانون مو شانون انما ناخذ هوفمان كود اللي هو في موجود في الصفحه اعتقد يعني هذا هوفمان كود موجود عندكم في صفحه 45 ناخذه بالاسبوع القادم ان شاء الله. يعني هذا رجاء تراجعوها تحلون الامثله. هذا الفصل من الامثله من الفصول المهمه جدا يعني حتى احنا بالماجستير نجيب لهم سؤال من هذا الفصل. فيعني فصل مهم جدا وبأمثلة كثيرة جدا بزلكم إياها إن شاء الله بعد ما نكمل الفصل. فالمحاضرة القادمة نكمل الهوفمان ناخذ يعني نظريات تحويل المسجات إلى بيتس. بس اللي جاوا متأخرين أعتقد أحمد منو بالله علي أحمد علي أحمد تسمعني؟ نعم دكتور اسمعني. علي أحمد منو بعد جاء متأخر؟ يحيى محمد. نعم دكتور. بعد منو؟ دكتور سجلت اسمي؟ منو؟ عبد القهار. عبد القهار أحمد. إيه. عبد القهار أحمد حبيب نعم. منو بعد؟ بس عندي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 بعد واحد نسجل اسمه 28 واني 29 الان عندي 30 حضور. منو ما مسجل؟
من اجى متاخر، بس اللي متاخرين يعني رجعني يقول لي اسمه. راح اصيح الاسماء: احمد علي، اوروك، ايه، بارك، بان، جمال، زهراء، شمس، صفا، عبد القهار، عذراء، علي احمد، علي عصام، علي مشكور، فاطمه علي، فاطمه فراس، محمد حسين، محمد ماهر، منار، منتظر، مها، نبا، نبراس، نور الهدى، هاله، هبه، هديل، يحيى. اكو واحد مسعت اسمه؟ نعم دكتور. محمد علاء. نعم محمد علاء دكتور. أوراق عادي موجود محمد علاء. نعم دكتور. أستاذ منى ثامر كتاب رسمها. منى ثامر. وأنا منى. منى. منى وينها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. منى يلا عبرناها. يلا شباب، الأربعاء إن شاء الله حاول أخذكم من وقت بالعملي، اللي يجوز الأربعاء لو يصير عيد، حتى نطبق عندنا مختبر، يعني حتى ناخذ كم تجربة ونعرج على بعض النقاط الخاصة بالنظري، فناخذ مختبر أيضا وناخذ النظري. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نشوفكم بيوم الاثنين القادم. شكرا جزيلا لحضوركم، تحياتي لكم. شكرا دكتور. مع السلامة، الله معكم.